بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نتكلم في هذه المحاضرة عن الباب الرابع المتعلق بمنقصات التوحيد. وسبق في الباب الذي قبل هذا كان الكلام عن نواقض التوحيد، أما في هذا الباب سيكون عن الأشياء التي تنقص من كمال التوحيد ولا تصل إلى نقض هذا التوحيد، ولكن التمادي بها والسلوك سبيلها قد ينقص الإنسان من إيمانه وتوحيده، وقد يجره ذلك إلى الوقوع في أحد نواقض للتوحيد. هذه المنقصات كثيرة، ومنها الوسائل الشركية، ومنها الشرك الأصغر، وكذلك الكفر الأكبر والنفاق الأصغر، وكذلك البدع. فعندنا الوسائل منها الغلو في الصالحين والتبرك، وكذلك ما يتعلق بالقبور، منها الشرك الأصغر تعريفه وأنواعه، والكفر كذلك الأصغر والنفاق الأصغر، والبدعة تعريفها وأقسامها وحكمها. نتكلم عن الوسائل المتعلقة بالشرك. وسائل الشرك كثيرة، ومنها الغلو في الصالحين، كذلك التبرك الممنوع، وكذلك ما يتعلق في القبور من بناء عليها وتجصيصها ونحوه. هذه الوسائل قد حذر منها الشارع ومنع منها وسد جميع الأبواب الموصلة إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بأمته، وما من شر إلا حذر الأمة منه، وما من خير إلا دلها عليه، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة وبين لها كل ما فيه خطر وكل ما فيه طريق إلى الشرك، وما من شيء إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو ذر: ما من طار يطير بجناحيه إلا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم منه علما. والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم الأمور كلها، حتى أداب قضاء الحاجة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة الأمور المتعلقة بآداب قضاء الحاجة ونحوها، فكيف بالأمور التي تتعلق بالتوحيد والشرك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا بين لكم، إلا بين لكم. فما من شيء يقربنا إلى الجنة وشيء يباعدنا من النار إلا بين لنا. فالسعيد هو من يبحث عن هذه الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها الشرع، إن كانت خيرا يتمسك به، وإن كانت شرا يمتنع عنه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بحاله في الأمة، أن مثله كمثل رجل، إن مثل ومثل الناس كمثل الرجل استوقد نارا، رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب من هذه الحشرات التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم على النار، هلم على النار، فتغلبوني فتقحمون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل برجل أوقد نارا،
ومن عادة الإنسان إذا أوقد نارا أو وضع مصباحا أن يتهاتف الفراش والحشرات إليه فيقعن في هذه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل نفسه بذلك الرجل الذي يبعد هذه الدواب عن النار، وفاهن لا يعرفن أن هذه النار مؤذية وأنها ضارة. كذلك الناس وعموم الخلق لا يعلمون النافع لهم إلا باتباع الرسل والأنبياء والصالحين والمصلحين والدعاة، هم الذين يحذرونهم، فإن استجابوا لهم نجوا، وإن أرادوا أن يتقحموا وأن ينظروا في هذه النار وقعوا فيها. فلذلك لا بد من البحث عن هذه الأشياء والنظر فيها لكي يحذرها الإنسان. والشيطان حريص كل الحرص على إيقاع الإنسان في الشرك الأكبر، فإن لم يستطع فالشرك الأصغر، فإن لم يستطع فوسائل الشرك. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نهينا عن اتباع الشيطان. الشيطان لا يأمر الإنسان أن يسجد للأصنام مباشرة أو أن يعبد غير الله مباشرة، ولكن يزين له بعض الأمور التي تكون وسيلة، فإذا استهان بهذه الوسيلة تدرج معه من هذه الوسائل إلى الوقوع في الشرك الأصغر، ومن ثم الوقوع في الشرك الأكبر، لأن من سار على الدرب كما يقال وصل. والشيطان يتدرج بالناس، وأحرص ما يكون عليه على إيقاعهم في الكفر وإيقاعهم بالشرك، فهو أولى عنده من إيقاع الناس في المعاصي والذنوب، لأن الإنسان مهما وقع في المعاصي والذنوب فإنه ربما يتوب فيتوب الله عليه، وإن مات وهو مذنب فإنه تحت مشيئة الله ومصيره إلى الجنة، بخلاف صاحب الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو حريص كل الحرص على إيقاع الناس في الشرك. من وسائل الشرك الأكبر الغلو في الصالحين، من وسائل الشرك الأكبر الغلو في الصالحين. أكثر ما يوقع الناس في هذا الشرك سواء في شرك الربوبية أو الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات هو الوقوع والغلو في الصالحين من الأنبياء والرسل وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والصلحاء والأولياء من الأمة. فالناس من فرط حبهم لهذا الشخص ولهذا الولي ولهذا النبي ربما يرفعونه فوق قدره، فينسبون إليه شيء من خصائص الرب أو من خصائص الإله، أو يدعون أنه يعلم الغيب أو أنه يعني له قدرة على تسيير الكون أو أنه عنده علم اللوح المحفوظ أو أن هذه المخلوقات أو أن الإنس والجن ما خلقوا إلا من أجله أو أن من علومه علم اللوح والقلم، كما يقول بعضهم: يا جيلاني يا جيلاني يا متصرف الأكوان، فنسب إلى عبد القادر الجيلاني وهو من العباد وهو من العباد الصالحين، فنسب إليه أنه يتصرف في هذا الكون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما قولوا عبد الله ورسول. فنهينا عن الإطراء الزائد والرفع فوق المنزلة. ولذلك
أكثر ما يكون ثناء من الله عز وجل لعباده الأنبياء والمرسلين، ووصفهم بأحسن الأوصاف وأفضلها، أن قال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أليس الله بكاف عبده، عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فنسب إليهم العبودية، وهي من أرفع المنازل أن يكون الإنسان عبدا لله. ولذلك أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لما فيها من العبودية لله سبحانه وتعالى والاعتراف بحقه في هذه العبادة. فلذلك كان هذا الغلو هو أول أمر جعل الناس من آدم أو من أبناء آدم أو من ذرية آدم يقعون في الشرك، كان بسبب هذا الغلو. وقد سبق أن ذكرنا أن سبب الشرك في الناس أنهم كانوا هناك أناس صالحين يعيشون بين الناس، فماتوا هؤلاء الصالحين، فقال بعضهم لبعض من تزيين الشيطان: ألا تنصبون إلى هؤلاء الأشخاص صورا وأنصابا تجعلونها في محافلكم وأماكنكم فتتذكرونهم حين تمرون بها فتعملون مثل أعمالهم وتقتدون بهم، فأن تجعل صورة مثلا صالح أو نبي أو إنسان ولي من أولياء الله عز وجل في ميدان أو مكان عام أو في مسجد أو في سوق، فالناس إذا مروا رأوا هذا التمثال أو رأوا هذه الصورة فتذكروا فلانا وما كان يفعله من عبادة وصلاة ونسك ومساعدة للناس وصدقات وزكوات، فيقتدون بفعله. فكان السبب هو سبب كما يقال ونية صافية، كانوا يريدون به التقرب إلى الله عز وجل بهذه القضية. فهذا الأمر بقي في أولئك الناس، فلما هلك هؤلاء ماتوا وآت الجيل الذين بعدهم، أتاهم الشيطان فقال: إن آباءكم كانوا يتوسلون بهؤلاء ويدعونهم، فانتشر الشرك بعد ذلك. فالتساهل في هذه القضايا ينبغي الحذر منه، وألا يفتح له الباب حتى الإنسان لا يقع فيما وقع فيه من كان قبله. ومن الأنواع التي تدل على الغلو في هؤلاء المبالغة في المدح، المبالغة في المدح، كأن يمدح شخص أو ولي أو نبي أكثر من حقه ويرفع فوق منزلته، كما قال بعضهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني اللوح المحفوظ هو من علم النبي صلى الله عليه وسلم، والقلم وما كتب القلم من مقادير الخلائق منذ أن خلق الله عز وجل الخلق إلى أن يرث الله عز وجل ومن عليها هي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، وهذا حق لله عز وجل، وعنده مفاتح الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. فالنبي والصالحين لا يملكون الغيب إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه وما علمهم، أما ما عدا ذلك فالأصل أنه من الغيبيات التي ليست لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فبعض الغلاة من بعض الطوائف يغلون في محبتهم للأشخاص الذين يحبونهم ويعظمونهم من أولياء أو صالحين أو ربما ساسة ورؤساء وملوك وأمراء وزعماء، إلى أن يصل بهم الحال إلى أن يقول فيهم فوق حقهم، فيطلقون عليهم أوصافا تتعلق بالرب
ويصفونهم بأشياء إنما هي حقيقة لله عز وجل، وليس لهذا المخلوق الضعيف. فهذا المخلوق مهما كان من قدره وشرفه وعظمته ومكانته عند الله عز وجل، إلا أننا لا نضعه أو نجعله يأخذ أو له شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، فلا بد من الحذر، كل الحذر من هذا الشيء. وللأسف بعض الناس إذا قلت له لا يجوز أنك تمدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدح هذا الإطراء، قال أنك ما قال أن قال أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. قضية المحبة ليست بالإطراء، ليس كونك تحب شخصا أن تطريه، لأنك إذا أطريت فوق حقه أنت تنقصت منه وجعلت ما ليس له أو لغيره له، هذا من الظلم ولا يجوز. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة للشخص لا تعني أنك تغلو فيه، المحبة للشخص تعني أنك تطيعه فيما أمرك به الشرع، بما أمرك به الشرع، فلا ترفعه فوق منزلته. ولذلك ينبغي أن نسلك هذا المسلك، أننا لا نمدح الناس مهما كانوا هؤلاء الناس. نعم نضع لكل قدرة من شريف وكبير وعالم وأمير ورئيس ونحوي، نضع لهم قدرهم ونضع لهم منزلتهم، ولكن لا يعني هذا أن نصفهم بأوصاف الملك الرب الخالق البارئ، أو أن نضع لهم شيئا من مما يستحقه الله عز وجل من أنواع العبادة، أو أن ندعي أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفون في الكون أو أنهم يسمعون الخلائق وما يقولون، أو أنهم بيدهم كل شيء ويستطيعون أن يفعلوا كل شيء. هذا لا أحد يستطيعه ولا أحد يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر كل الحذر من أن تفعل الأمة به كما فعلت النصارى بالمسيح ابن مريم. النصارى في المسيح ابن مريم عظموه ورفعوه حتى قالوا هو الله أو ابن الله، حتى قالوا هو الله أو هو ابن الله. فمن شدة فرطهم ومحبتهم ومديحهم والثناء رفعوا عيسى ابن مريم فنسبوا له الألوهية أو أنه ولد للرب، وهذا باطل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول عبد الله ورسوله. رسوله هذا إثبات للرسالة له، وهذا فيه إنكار ورد على من كذب به وناصبه العدا. وقوله عبد الله هذا فيه إقرار بعبوديته لله سبحانه وتعالى، وفيه رد على من غلا به وعظمه ورفعه فوق منزلته. فلا يجوز مدح أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المداحين التراب، احثوا في وجوه المداحين التراب. فمهما كان هذا الإنسان ينبغي ألا يبالغ في مدحه، لأن الإنسان إذا مدح وتكاثر المدح عليه من كل مكان ومن كل صوب ومن كل جهة ومن كل شخص، ربما يظن ما قيل فيه أنه يستحق أو أنه فعلا هو كذلك، فربما يصاب بشيء من الغرور والترفع والتكبر عن الناس، وربما تكون له نية طيبة صالحة، ولكن بسبب هؤلاء المداحين بهؤلاء الغالين فيه ربما يصل فيه الحال إلى الغلو والتكبر والتغطرس ويترفع ويحيد عن الطريق المستقيم. فلا نكون عونا لهؤلاء الناس، لهؤلاء الصالحين، للشيطان عليهم بالدخول عليهم.
ولذلك كان أئمة الإسلام إذا أحد أثنى عليه ومدحه ومجده كانوا يسكتونهم وينهونهم ويمنعونهم من ذلك، لما فيه من الإطراء، من ربما أن الإنسان ينخدع بنفسه ويغتر، والإنسان لا يعرف متى تكون خاتمته ومتى تكون نهايته. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع أو صور الغلو المحرم، وهو المبالغة في المدح. كذلك من صور الغلو التصوير، تصوير الصالحين والأولياء. وكما ذكرنا قبل قليل أن سبب الشرك في بني آدم أنهم صوروا التماثيل ونحتوها لأناس صالحين، لأناس صالحين صوروها ووضعوها في ونصبوها في الميادين وفي الأماكن العامة حتى مر الناس عليها فيتذكرون أولئك. فلما مات أولئك القوم وأتى الأجيال التي بعدهم عبدوا هذه التماثيل وهذه الأصنام. فهذه الصور لا شك أنها تصوير، إنما نهى الشارع عنه لأمرين. الأمر الأول لما فيه المضاهاة لخلق الله عز وجل، لما فيه من المضاهاة لخلق الله عز وجل. ولذلك كل مصور يوم القيامة يؤمر أن ينفخ فيما صور فيه وليس بنافخ، وليس بنافخ. في كل صورة صورها نفس يعذب بها في الآخرة كما جاء في النصوص الشرعية. هذا السبب الأول. إذن النهي عن التصوير لسببين. السبب الأول المضاهاة، أن الإنسان كأنه يدعي أنه الخالق وأنه يصور الأشياء كما الله عز وجل يصور الأشياء، فأنت تنازع الله عز وجل في شيء من خصائصه، ولا تستطيع أنك تخلق الخلق. فالواجب عليك أن تمتنع عن هذا الأمر. العلة الثانية والحكمة الثانية من النهي عن التصوير هو أنها تدل على التعظيم وعلى الغلو، أو أنها سبب في الغلو وفي تعظيم هذا المصور. ولذلك الشرك أول ما ظهر في هذه الأمة كان بسبب الصور. ولذلك العلتين هاتان العلتان، وهي المضاهاة وكذلك التعظيم والغلو في هذه الصور، إن افتقدت أحدهما لا يعني بالذلك أن الثانية تكون غير موجودة، بل ربما قد تكون موجودة. ولذلك الأصل في هذا هو الصور المنع. ولذلك جاءت النصوص الشرعية في التحذير من هذه الصور، ولشدة خطرها وعظم الجرم فيها. ومن النصوص الشرعية في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فلا شك أن كون الرجل أو أن أشد الناس أن يكون مصورين، هذا يدل على شدة هذا الجرم وهذا الذنب. في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا كسرته، ولا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: صورة إلا طمستها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل على أنهم لا يدعوا صورة إلا طمسوها، صورة إلا طمسوها. وفي الحديث الآخر: كل مصور في النار، كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم، فتعذبه في جهنم. والصور المقصود بالتحريم، ما المقصود بتحريم الصور؟ هل هي الصور الفوتوغرافية
أو صورة الكاميرا أو الصور المجسمة أو الصور الرسم باليد أم ماذا؟ اختلف أهل العلم في ذلك اختلاف كبير جدا. والأولى للإنسان أن يمتنع عن التصوير عموما، ولكن هذه الصور لها درجات، فبعضها أشد من بعض. أعظم الصور أن يكون مجسما، أن يكون مجسما وتمثالا، أن يكون مجسما وتمثالا منحوتا، له جرم وله ظل. فهذا المجسم وهذا التمثال لا شك أنه هذا ممنوع، هذا قد اتفق أهل العلم على تحريمه، لأن العلتين حاصلتان فيه، علة التعظيم والعلة الأخرى المضاهاة لخلق الله، وهذا لا خلاف فيه في قضية المنع من الأشياء اللي تكون مجسمة، التماثيل المجسمة. وللأسف نجد في بعض بيوت الناس وفي بعض الأماكن تماثيل، وبعضهم يقدرها وبعضهم يعني يشتريها بأثمان عالية جدا، وإن سألته وقلت هذه لا تجوز هذه الصور، قال أنا لا أعبدها. القضية ليست قضية عبادة وعدم عبادة، القضية أن هذه الصور وهي لا تجوز، وهي لا تجوز، فينهى عنها، ويجب يعني اجنابها وابعادها عن البيوت وعن اقتنائها، وعن سواء استخدمت او لم تستخدم، وسواء عبدت او لم تعبد. فان كانت على صورة ولي او نبي او ملك او صالح فالامر فيها اخطر، فان كانت على صورة نبي او صالح او عالم فالأمر فيها أخطر. لماذا؟ لأن تعلق القلوب بهؤلاء الصالحين لعبادتهم أكبر، فيظنون أن فيهم بركة، أو يظنون أنهم تستجاب الدعوات عند صورهم، أو أنهم يعني يستحقون شيء من أنواع العبادة. فلذلك هذه الصور لا شك في تحريمها. النوع الثاني الصور التي ليست تكون مجسمة وإنما تكون رسما باليد، رسما باليد، فهذه الصور أيضا لا تجوز. وجاء رجل إلى ابن عباس وقال إني أصور الصور، فأمره بتركها، وقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، فاصنع الشجر وما لا نفس له. فلا يجوز الرسم باليد لذوات الأرواح، لا يجوز الرسم باليد لذوات الأرواح، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طائرا أو شيء له روح. أما رسم الأشجار والمناظر الطبيعية التي ليست فيها روح فلا إشكال فيها، فلا إشكال فيها. وهذا القسم أيضا قد ذكر أهل العلم وأكثر أهل العلم على تحريمه وعدم جوازه، ولكنه هو أقل من القسم الأول، أقصد في قضية في الخطورة والشدة، وكلاهما محرم ولا يجوز. النوع الثالث من الصور أن تكون صور فوتوغرافية أو كاميرا كما هو الحادث الآن في الجوالات ونحوها، فهذا الأمر أول ما ظهر في عهد مشايخنا الكبار الشيخ محمد بن إبراهيم وابن باز وغيرهما من العلماء السابقين، اختلفوا في ذلك، فبعضهم منعها لوجود العلتين المضاهاة ووجود أيضا قضية التعظيم، وبعضهم من أجازها وقال إن هذه ليست تصويرا وإنما هي عكس للظل، فهي شبيهة بالمرآة، فأنت تعكس الصورة طبق الأصل وليس فيها مضاهاة للخلقة، وليس فيها مضاهاة للخلقة. فاختلفوا على هذين القولين.
على هذا القول، القول الثاني، قلنا أنها جائزة، وذهبنا إلى أنها ليست بصور وإنما هي عكس كالمرآة، فانتفت العلة، إحدى العلتين، ألا وهي المضاهاة لخلق الله. فهي ليست مضاهاة وإنما هي يعني عكس لخلق الله، أو تصوير أو كالمرآة، بحيث نعكس هذا الخلق، كصورة الإنسان الذي يقف عند بئر أو ماء، فينعكس تنعكس صورته على هذا الماء. فهل نقول هذا الماء، الصورة هذه لا تجوز، هذه المرآة لا تجوز لأنها تعكس الصور؟ الجواب لا. فكذلك حال هذه المرآة. ولكن يبقى السؤال الآخر، وهي علة التعظيم، هل هي موجودة أو غير موجودة؟ هل هذه الصور المصورة فوتوغرافيا أو بالكاميرا، هل تؤدي إلى تعظيمها، أو أنها ربما تؤدي إلى تعظيمها؟ فإن أدت إلى التعظيم كإبرازها في المحافل والميادين، كأن توضع صورة مثلا شيخ جليل مثلا وعالم كبير في المسجد مثلا، كأن توضع في المسجد، فما حكم هذا الفعل؟ توضع صورة عالم من العلماء أو صالح من الصلحاء في المسجد، ما السبب به؟ لماذا وضعت الصورة؟ فيأتي لك أحد ويقول لك هذه الصورة فوتوغرافية مثلا، ليست صورة رسم. طيب القضية ليست قضية مضاهاة غير مضاهاة، هذه صورة، هذه فيها تعظيم لغير الله عز وجل، لماذا تضع صورة هذا الشخص في هذا المكان؟ كذلك لما تضع هذه الصورة في ميدان عام، في ميدان الناس يجتمعون فيه، وتضع له صورة يعني قد تؤدي إلى تعظيمها، فمثل هذا ينبغي الحذر منه والبعد عنه، لأن الإنسان ربما في البداية يتساهل بها ويظن أنها من الأمور اليسيرة. ولكن كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، فسد جميع الأبواب المفضية إلى الشرك. النوع الثاني من الوسائل التي توقع في الشرك الأكبر، التبرك الممنوع. والتبرك هو طلب البركة، التبرك هو طلب البركة، والمقصود بالبركة هي كثرة الخير وزيادة الخير واستمرار الخير. والتبرك ينقسم إلى قسمين، تبرك مشروع وتبرك غير مشروع، تبرك مشروع وتبرك غير مشروع، أي ممنوع. فالتبرك المشروع هو أن يفعل الإنسان المسلم العبادات التي شرعها الله عز وجل طلبا للثواب المترتب عليها، ومن ذلك الإنسان يتبرك بقراءة القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فيتبرك بقراءته، يتبرك بالاستشفاء به، يتبرك بالدعاء، يتبرك يعني بالطواف والصلاة وقراءة القرآن، وكذلك التبرك في المسجد الحرام، وكذلك التبرك في الجلوس في المساجد، فالإنسان يطلب البركة فيها، التبرك في الاجتماع على الطعام، البركة في آخر الطعام، مما ورد به الشرع، ومما هو يكون أحيانا هو عبادة، فهذا مما جاء به الشرع ودل عليه الشرع، فهذا مطلوب وهذا ممدوح ولا إشكال فيه شرعا. ولكن الحذر، كل الحذر من التبرك الممنوع، وهذا التبرك قد يكون تبركا شركيا وقد يكون تبركا بدعيا. التبرك الشركي هو أن يعتقد هذا الشخص المتبرك أن الشيء الذي يتبرك به يهب البركة بنفسه، يهب البركة بنفسه، كأن يعتقد مثلا أن هذا الماء، ماء من المياه التي تسامع
من الناس أنها تجلب الأرزاق وتجلب الأولاد، والمرأة إن شربت منها مثلا شفيت أو رزقت الولد أو جاءها الزوج، والإنسان المريض يشفى منها، ويعتقد أنها بذاتها لها قدرة على هذه الأمور، فهذا لا شرك أنه شرك، أنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. فالبركة من الله، فكيف تعتقد أن هذه أنها فيها بركة وأنها تهب البركة من نفسها؟ فهذا اعتقاد أن غير الله هو الشافي، أو أن الله غير الله هو المانح للولد والرزق، وهذا لا يجوز، وهذا من الشرك. ومثل ذلك أيضا التبرك الشركي، أما إذا كان الشرك، أما إذا كان هذا الشيء الماء الذي يعني يشرب منه أو يجتمع الناس حوله طلب للشفاء، كان معروف بالتجربة، كان معروف بالتجربة، ودلت عليه التجربة الصحيحة أو الطب الصحيح، فلا بأس به في حدود هذا المجرب، ولكن لا يعتقد أنه بذاته يجلب النفع أو الضر. ولكن إذا اعتقد أو إذا ثبت بالتجربة أن هذه من المياه المعدنية التي فيها خاصية على مثلا إراحة الأعصاب أو إرخاء العضلات أو نحو ذلك مما يسرع في الشفاء، وأن هذه الخاصية شيء فيزيائي أو كيميائي معدني لهذه الصخور والموجود في هذا المكان، وثبتت بالعلم الحديث أو التجربة، فنقول لا مانع منها، ولكن لا تعتقد أن هي بذاتها هي التي منها ذلك، وإنما الذي أوجد بها ذلك والله عز وجل، فلا مانع من ذلك إن ثبت ذلك بالعلم أو بالتجربة. ولكن يأتي إنسان ماء من المياه ويعتقد أنه يشفي المرضى وأنه يرزق الولد وأنه يهب الزوج وأنه بذاته يفعل هذه الأشياء، فهذا الشرك أنه شرك. النوع الثاني هو تبرك بدعي، وهو التبرك الذي لم يرد به دليل شرعي يدل عليه، وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به، معتقدا أن الله جعل فيه بركة. فهذا الشيء، فهذا الشخص الذي تبرك بهذا الشيء ليس عنده سند دليل من كتاب أو سنة على الشيء الذي يتبرك به، وهو يعتقد في ذات الوقت أن الله عز وجل يهب البركة في هذا، وهذا لا شك أنه محرم وإحداث بدعة في الدين، وهذا لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز الإنسان أن يأتي بشيء لم يأتي به الشر ويقول إن فيه بركة أو أنه يحصل به كذا وكذا وينسبه إلى الشر، فهذا لا يجوز. وهذا التبرك البدعي له أحوال وأقسام، من ذلك التبرك بالأولياء والصالحين، التبرك بالأولياء والصالحين كالتبرك بشعورهم أو ريقهم أو أجسادهم أو ثيابهم، أو بالتبرك بمصافحتهم، فهذا لا يجوز، لأن هؤلاء لم يرد دليل على ذلك، ولأن البركة لا تكون في مثل هذا. صحيح وردت أدلة على جواز ومشروعية التبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره كشعره وعرقه وثيابه، ولكن هذا خاص في النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقول الآن أن عندنا شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو شعر أو شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كل الذين يدعون أن هناك شعرة أو هناك شيء من ملابسه، كل هذا الكلام يعني باطل وليس هناك له شيء صحيح. طيب، بقية غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء السابقين أو الصالحين
أو العباد أو العلماء، فهؤلاء لم يرد فيهم أو لم يرد دليل صحيح على جواز التبرك بهم بأجسادهم ولا بآثارهم. وخير القرون وأفضل القرون القرون الثلاثة والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتبركون بخيارهم، لم يكونوا يتبركون بأبو بكر، ولم يكونوا يتبركون بعمر، ولم يكونوا يتبركون بعلي، ولم يكونوا يتبركون بآل البيت، ولم يكونوا يتبركوا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فخير القرون هؤلاء القرون، فأعمالهم ولو كان هناك خيرا لدلونا عليه وبينوه لنا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينوه، وهذه القرون المفضلة وهؤلاء الصحابة ويتركون هذا الشيء ويفعلونه، ثم يأتي شخص ويقول أنا أفعل أطلب البركة. نقول الأصل في هذه الأمور العبادية، الأصل فيها التوقف، الأصل فيها التوقف حتى يأتي الدليل، لأنها من التقول على الله عز وجل بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تفعلون. فلا يجوز الإنسان أن يفعل فعلا ليس عليه دليل شرعي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، بأي وجه فعلت هذا الفعل؟ يقول نيتي صافية. قضية ليست نية، من شروط العبادة أن يكون هناك النية الصحيحة الخالصة، وأيضا أن يكون العمل صالحا. وكيف يكون العمل صالحا؟ يكون موفقا متابعا فيه للهدي النبوي. فهذا الأمر وهو التبرك بهؤلاء الصالحين وأثارهم، هذا قد أجمع أهل العلم على عدم جوازه وعدم صحته. فهؤلاء الصالحين إن كانوا أحياء فالسلام عليهم وتقبيلهم هو من توقيرهم ومحبتهم، ولكن ليس معنى تقبيلهم أو لمسهم أنا فيهم البركة وتحل البركة على الذي لمسهم. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه إلى غيره. وهذا هذا الشيء الذي يفعل، الذين يتوسلون يعني يتبركون بهؤلاء، هذا اللي يصل بهم إلى طريقة العياذ بالله الشرك، يتبرك بهذا حتى يغتر هذا المتبرك به إن كان حيا، ويتكبر ويتغطرس حتى يترك العبادة، كما في كثير من هؤلاء الذين يدعون أنهم من الصالحين والأولياء. ومن أنواع التبرك المحرم بالصالحين التمسح بهم ولبس ثيابهم والشرب بعد شربهم طلبا للبركة، طلبا للبركة. فلذلك الحذر، كل الحذر، إلا الإنسان يقول والله سأشرب بعد الشيخ فلان، لماذا؟ لأن إن شاء الله فيه بركة، الشراب اللي شرب منه بركة، أو أن ريقه فيه بركة. لا، ريقه هذا ليس فيه بركة. نعم، لو قرأ القرآن وقرأ على هذا الكوب، فالبركة في القراءة وليست البركة في ريق هذا الشخص بذاته، وإنما البركة في قراءة القرآن ذاته. وأخطر من ذلك تقبيل القبور والتمسح بها، فهذا أعظم شرا من الأول، لأنه يتعلق بالقبور، والقبور قد نهينا عن تعظيمها وتفخيمها ورفعها كما سيأتي. النوع الثاني من أنواع التبرك الممنوع، التبرك بالأزمان أو البدعي، التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بها. أن يتبرك الإنسان بزمان لم يدل عليه دليل، مثلا كان يتبرك بليلة الإسراء والمعراج، أو ليلة 27 من رجب، أو يتبرك بنصف رمضان مثلا، أو أي زمن من الأزمان لم يرد فيه دليل بخصوص التبرك به أو في العبادة فيه شيء معين. وكذلك الأماكن كما سيأتي، والأشياء التي لم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بها. ومن أمثلة هذه الأشياء الأماكن التي مر النبي صلى الله عليه وسلم
أو تعبد الله فيها اتفاقا. هناك أماكن أحيانا هذه الأماكن كلها نص أنها ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مر بها أو جلس بها، وأحيانا في كثير منها لم يثبت فيه شيء. فمثلا جبل ثور، غار حراء، عرفات، جبل عرفات، نجد كثير من العوام يتقصدون هذه الأماكن للتعبد بها وطلب للبركة. فهذه الأماكن لا يجوز للإنسان أن يذهب لها ويقصدها من أجل التبرك بها أو تعبد الله عز وجل عندها. فهذه الأماكن إنما حدثت اتفاقا ولم تكن قصدا. ومن ذلك أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد من المسجد يصلي فيه، هل هذا المسجد قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه مثل ما قصد مسجد قباء أو المسجد النبوي؟ لا، فهي جاءت اتفاقا. فلماذا تعظم؟ لماذا تعظم مثلا جبل ثور، غار حراء؟ كثير من الجهلة إذا ذهبوا إلى مكة يتقصدون ويتجشمون صعود هذا الجبل، فإن صعدوا ووصلوا هل القضية تقف عند فقط رؤية هذا المكان وتذكر كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعل وفعل؟ لا، بعضهم تحصل عنده البدع، فبعضهم يبدأ يدعو الله عز وجل في هذا المكان، يترك الدعاء في المسجد الحرام والطواف ويتقصد إلى مكان لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو حث على الذهاب إليه أو أن الصحابة من بعده شدوا رحالهم إليه. فلماذا تذهب أنت إليه؟ كذلك موقع من ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم جبل ثور، النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذا الجبل وجلس فيه ولو ووقع ذلك اتفاقا. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إليه بعد ذلك، ولم يأتي نص صحيح يدل على فضله وعلى تخصيصه بعبادة، ولم يأتي عن الصحابة وخير القرون من القرون المفضلة أنهم تقصدوا هذه الأماكن. فهذه الأماكن لا يجوز تقصدها ولا طلب البركة منها لأنه لم يرد بها دليل. وكثير من الأماكن التي تدعى أن فيها البركة يكون في كثير منها الأمر غير صحيح، الأمر غير صحيح. كان يقال هذا المسجد مسجد النبي فلان، أو أن هذا مر عليه موسى، أو أن هذا المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس فيه. فكثير من الأشياء هذه من الدجل التي يدعيها بعض السدنة لهذا المكان حتى يجلب أنظار الناس إليه ويطوفون حول هذا المكان، ويكون مقصد ويكون دخل لهذا السادن حتى يستفيد ماديا من توافد الناس إلى هذا المكان. فهؤلاء كثير من الدجاجلة، كثير من الكذبة والدجالين الذين يخدعون الناس ويضعون بعض الأماكن ويدعون أنها لولي أو قبر فلان أو مسجد فلان أو النبي فلان حتى تصبح مزارا، حتى تصبح مزارا وتقصد من كل مكان. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. فلا يجوز الذهاب إلى أحد إلى شيء من الأماكن والقصدها للتعبد إلا لهذه الأماكن الثلاث، أما غيرها فلا يجوز. فلا يجوز مثلا يذهب الإنسان مثلا ويقول سأذهب إلى قبر مثلا نبي الله صالح أو عمران أو طور سينا أو غيرها من الأماكن التي وردت في القرآن، لماذا تذهب إليها؟ لا يجوز الشد إلى هذه المكان. قال الفاضلة جاء ذكرها في القرآن، ليس معنى أن جاء ذكرها في القرآن أنه يشرع الذهاب إليها وتقصدها. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أن ما رأى الناس وهو راجع من الحج ينزلون فيه يصلون في مسجد، فسأل عنهم فقالوا مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم، بيع
من مر بشيء من هذه المساجد فحضر الصلاة فليصلي ولا فليمضي. ثم أمر فهذه الأماكن التي حصلت اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها فلا يجوز تقصدها، ومن ذلك المساجد الثلاثة في المدينة، السبعة في المدينة، لا يجوز تقصد هذه المساجد لأنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وتقصدها، ولم يأتي في فضلها شيء، لم يرد في فضلها شيء. ومن ذلك أيضا التبرك ببعض الأشجار وبعض الأعمدة وبعض الآبار والعيون، فالأشجار والأعمدة والعيون وهذه الأشياء التي لم يرد بالشرع دليل على تبرك بها لا يجوز التبرك بها، فلا يجوز التبرك بشجرة ولا حجر ولا عين من العيون بأي من أنواع التبرك، لا بمسح ولا تقبيل ولا اغتسال ولا إحداث أي شيء من العبادة، لأن من أعظم الوقوع في الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو واقد الليثي كنا حديث عهدي بشرك لما بعد حنين بعد الخندق، قال كنا حديث عهد بشرك فمرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة يقال ذات أنواط ينوط المشركون فيها أسلحتهم، يعني شجرة يعلق فيها المشركون أسلحتهم، فقلنا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد قلت مثل ما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. فهؤلاء المسلمين من الصحابة حدث عهد بإسلام، فلما رأوا هذه الشجرة قالوا لماذا لا يكون لنا شجرة نتبرك بها، فبعين النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التبرك بشيء من الأشجار ولا من الأحجار، وأن الإنسان لا يغتر بفعل العوام الذين قد يراهم يقدسون ويعظمون بعض الأشجار. للأسف كثير من الجهال بعضهم يعظم كل شيء أمامه، فإذا أتى للمكة ربما أي حجر أي شجر، المسجد كل عمدانه، البلاط الذي فيه الرخام، الأبواب يبدأ يتمسح بها، لماذا؟ لأنه يعتقد أن فيها بركة. طيب هل لهذا أصل؟ هذه الأعمدة حادثة جديدة حتى لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء تتبرك به؟ يقول أتبرك في المسجد، التبرك بالمسجد بالعبادة والبقاء فيه، ليس التبرك بالمسجد هو اللمس على يعني اللمس على جدرانه أو على أرضيته أو على سقفه، فهذا من البدع والمحدثات التي لا تجوز. وعمر الخطاب رضي الله عنه لما أتى وقبل حجر فقال إني أعلم، حجر الأسود، قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكن لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فلذلك لا يشرع مس شيء من الأحجار أو من أركان البيت إلا حجر الركن اليماني فيستلم بغير تقبيل، لأن السنة وردت في استلامه ولم يرد في تقبيله شيء، ولذلك من الخطأ أن يقبل الركن اليماني. أما الحجر الأسود فورد فيه المسح عليه وورد فيه تقبيله، لو لم يرد فيه التقبيل أو المسح لكان هذا أمر غير مشروع، لأنه لم يرد. من ذلك مقام إبراهيم، مقام إبراهيم وموضع القدمين هذا أمر صحيح أنه ثابت أن إبراهيم كان هذا مقامه، قال تعالى اتخذوا مقام إبراهيم ومصلى، ولكن هل معنى ذلك أن يتمسح به أو أن يقبل أو أن تعلق الأشياء عليه طلبا للبركة؟ هذه بدعة وليس لها أصل في الشرع. ومن أنواع التبرك البدعي التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة، وردت نصوص شرعية كثيرة تدل على فضل وبركة كثيرة من الأماكن كالكعبة والمساجد الثلاثة، المسجد الحرام والنبوي والأقصى، وكثير من الأزمان كليلة القدر ويوم عرفة
وشرب ماء زمزم والسحور والتفكير في طلب الرزق. فتبرك بهذه الأشياء يكون فعل العبادات وغير ما ورد في الشرع مما يدل على فضله فيها، ولا يجوز التبرك بها بغير ما ورد. فهذه الأماكن مثل الكعبة نقول البركة في الطواف بها، البركة في تقبيل الحجر، البركة في الصلاة إليها. أما أن يتعلق الإنسان بأستارها غير الملتزم، أو يتعلق مثلا يتمسح بجدرانها، فهذا كله من البدع. كذلك ليلة القدر فيها بركة، ولكن البركة تكون بالصلاة والقيام ولا تكون بإحداث أشياء لم يرد بها الشرع. كذلك ماء زمزم البركة بشربه والاستشفاء به، ولا يجعل مثلا يطلب البركة في شيء لا يجوز. وهكذا في الليالي الفاضلة وتوردت بالشريعة، يعني مثلا ليلة النصف من شعبان ورد أن يرفع فيها الأعمال، ولكن هل معنى ذلك أن تخصص هذه الليلة بقيام، أن تخصص هذه الليلة بقيام أو بالصيام؟ هذا كله لا يجوز من الإحداث في الدين. السبب في ذلك لأن الأصل في العبادات القاعدة الشرعية هي التوقف وعدم الاتيان بشيء من العبادة إلا أن يدل عليه نص من نصوص الشريعة. نأتي الآن إلى المبحث الثالث الذي يتعلق بما يتعلق بالقبور. ذكرنا الغلو في الصالحين، ثم ذكرنا التبرك الممنوع. نأتي الآن إلى ما يتعلق بالقبور. الشريعة حذرت كل الحذر من القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من حياته حذر من ذلك، وقال وذكر في الحديث إن لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. فلا يجوز تعظيم القبور، ومن ذلك البناء عليها أو تجصيصها أو وضع السرج عليها أو بناء الغرف أو بناء المساجد فوقها أو عبادة الله عندها أو الصلاة إليها. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، ومن ذلك ما رواه جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وإني أنهاكم عن ذلك. فحال الأمم السابقة من اليهود والنصارى أنهم كانوا إذا مات فيهم الصالح أو مات فيهم النبي وضعوا مسجدا عليه طلبا للبركة، فيعبدون الله حين، ومن ثم ينسون الله عز وجل فيعبدون هذا القبر وهذا الذي وضعوه. ولذلك لا يجوز وضع القبور على المساجد أو وضع المساجد على القبور لما فيه من مشابهة هؤلاء أهل القبور وما فيه من الشرك. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدرك الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد، فهم من شر الخلق، من شر الناس من يتخذ القبر مسجد. ومعنى اتخاذ القبر مسجد هو أن يبنى المسجد على القبر، أو أن يجعل هذا القبر مكان للطواف أو مكان للصلاة أو مكان للدعاء أو مكان لقراءة القرآن أو مكان للعبادة وهكذا. فهذه الأماكن وهذه القبور إنما هي مدفن لهؤلاء الناس، فما علاقة العبادة الله عز وجل بهذه الأماكن؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبياء مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والحديث السابق الذي
ذكرناه لما قال علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فينهى عن رفعة القبور، لا يجوز الزيادة فيها ورفعها فوق القدر الوارد، قدر شبر، لأن الرفع أكثر من ذلك، مثل أن يرفع شبرين وثلاثة أو أربع، أو أن يوضع عليها الجص، أو أنها يوضع عليها يعني مثلا الحجارة، أو أنها توضع عليها قطع الرخام، أو أن يبنى فوقها يعني بناء وتشيد ويوضع فوقها قبة أو قباب. هذا لا شك أنه يدل على تعظيم هذا المكان. الناس لما يرون هذه القباب ولما يرون هذا البناء يقولون هذا المكان أكيد لشيء، لشخص عظيم، إما لولي صالح ولنبي أو عظيم من العظماء. ما عظم هذا التعظيم إلا من أجل إلا لمكانته ومنزلته. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، أو أن يكتب عليه. فلا يجوز البناء على القبور، ولا تجصيصها، ولا الكتابة عليها إذا كانت الكتابة فيها إشارة لهذا الشخص وإبراز له وإظهار له، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ومن ذلك أيضا جاءت النصوص على النهي عن أي شيء فيه تعظيم للقبور. لذلك نهيت النساء عن زيارة القبور، لعن صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فلا يجوز الجلوس على القبر لما فيه من انتهان الميت، وأيضا لا يجوز الصلاة إلى القبور، لا يجوز الصلاة إلى القبور، كأن تحضر الصلاة ويقول الناس: خلنا نصلي في المقبرة. هذا لا يجوز، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالواجب في هذا الحال، الواجب أن يخرج الناس ويصلون خارج المقبرة، الواجب أن يخرج الناس ويصلوا خارج المقبرة. استثنى بعض أهل العلم في هذا مسألة لو فات الإنسان الصلاة على الميت خارج القبر، خارج المقبرة، ودخل المقبرة ورأى هذا الإنسان الذي لم يصلي عليه قد دفن، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يصلي عليه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في تلك المرأة التي ماتت ولم يعلم بموتها قال: دلوني على قبرها، فذهب ودخل وصلى على قبرها. فلولا وجود هذا الدليل والنص لما جوز الصلاة على الميت. فالصلاة على الميت في قبره لمن لم يصلي عليه قبل ذلك لا مانع منها، لا مانع منها. أما حضرت الصلاة، صلاة الفريضة مثلا، والناس في المقبرة، هل يجوز لهم أن يصلوا في المقبرة؟ لا، لا يجوز الصلاة في المقبرة، لأن الصلاة فيها منهي عنها. لماذا نهي عنها؟ مع أنها صلاة فريضة، لأن خشية أن تعظم القبور. الآن تصلي فريضة وبعدين تأتي وتصلي نافلة، ثم بعدين تأتي بعض الناس يأتي ويقول: أنا أطلب البركة مثلا، أو أطلب زيادة الخير في القبور، يعني تركت المسجد ثم ذهبت إلى المقبرة. انظر ماذا يفعل الشيطان بالإنسان، يزين له العمل تدريجيا، يزين له العمل تدريجيا، فإذا وقع في المحذور قال: أنا قصدي طيب ونيتي صافية. فهو لا، الإنسان لا يأتي إلى القبر مباشرة يعبده، الشيطان يبدأ يتدرج به، يأتي يصلي فيه صلاة عادية، ثم يأتي ويؤدي نافلة، ثم يأتي يقول: لماذا لا أتقصد العبادة، أقرأ القرآن عند القبر، يعني طلبا للخير هنا، وهنا مكان فاضل. بأي دليل قلت أن المكان فاضل؟ لأنه عند قبر فلان. ثم بعد ذلك قد يلتجئ إلى هذا القبر ويدعوه من دون الله وهو لا يشعر. ولذلك جاء النهي عن كل ذلك. أيضا جاء النهي عن ما رواه ابن عباس عن مرفوعا قال: لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. لا تصلوا إلى قبر، لا يجوز جعل القبر قبلة للمصلي، لا يجوز أن يجعل الإنسان قبلة للمصلي، إلا إذا كان هناك حائط أو بناء
يمنع بينك وبين القبر فلا مانع، ولكن أن توجه إليه مباشرة لا، ولا تصلوا على قبر. كذلك لا يجوز الصلاة على قبور لما فيها من يعني لما فيها من التعظيم، لما فيها من التعظيم. كذلك وردت حديث كثيرة عن نهي اتخاذ القبر عيدا. ما معنى العيد؟ العيد هو المكان الذي يجتمع الناس فيه ويتقصدونه، إما يكون زماني وإما أن يكون مكاني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لها أن يجعل قبره عيد. ما معنى العيد؟ هو العيد المكان الذي يجتمع الناس إليه ويتقصدونه، إما يكون في المكان ويتركون الأماكن الثانية ويتقصدون هذا المكان، وإما أن يكون بالزمان بحيث أنه يأتون في أزمنة معينة لتعظيم هذا المكان. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم هو قبر شريف ومعظم، ولكن لا يتقصد بالعبادة، إنما يأتي الإنسان إليه ويزوره ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما أن يدعو الله عز وجل عند هذا القبر هذا لا يجوز. نعم الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم في له عامة هذا أمر وارد، ولكن دعاء الله عز وجل عند هذا القبر، بعضهم يتقصد الدعاء عند القبر، وبعضهم يذهب في الخلف ويجعل القبر بينه وبين القبلة فيدعو تجاه القبر، وبعضهم يأتي للمسجد النبوي والقبلة أمامه فيلتفت يسارا شمالا ويدعو ويجعل قصده إلى القبر فترك القبلة واتجه إلى القبر، وبعضهم يحاول يطوف من خارج المسجد. وصحيح أنه لا يمكن ذلك لأن القبر في طرف المسجد كما هو الحادث، ولكن يطوفون بقدر ما يستطيعون، يطوفون بقدر ما يستطيعون، وهذا كله من المنكر ومن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وهذا لا يجوز. وإذا كان هذا في حق قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد نهينا عن تعظيمه، فكيف بقبور من هو دونه من الصحابة أو من أهل البيت أو من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصالحين أو من العلماء؟ فهذا كله لا يجوز، فهذا كله لا يجوز. كذلك فقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم من سلف هذه الأمة وجميع من سرع الطريق على تحريم بناء المساجد أو الغرفة والقباب على القبور أو بينها. فلا يجوز بناء القباب أو بناء الغرف لما فيه من تعظيمها وفيه البناء عليه، وقد جاء النص الصريح كما أجمع أهل العلم على تحريم رفع القبور. لا يجوز رفع أكثر من شبر أو رفع جوانب القبر بطين أو بأحجار أو بغيرها أو تخصيصها بأشياء لا توجد لغير هذا القبر. فلا يجوز يعني تخصيص هذا القبر بشيء من التعظيم بحيث أنه يبرز على القبور الأخرى. لا مانع من وضع علامة تدل على القبر، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع علامة على قبر عثمان المطعون وقال: أعرف بها قبر أخي. فإذا كانت العلامة لا يعرفها إلا الشخص نفسه الواضع لهذه العلامة لا بأس بها، أما أن يوضع اسم هذا فلان هذا قبر فلان الشيخ فلان ابن فلان، فربما بعض الناس يأتي ويدعو الله عز وجل عنده ويتركون كل القبور زيارتها ويتقصدون قبر هذا الشيخ، فهذا الأمر لا يجوز ويدل على تعظيمها. كما أجمعوا على تحريم الصلاة في المسجد الذي بني على قبر. فالمساجد وللأسف كثير من بلاد الإسلام في كثير من المساجد تجدها مبنية على قبر أو فيها قبور، الصلاة فيها لا تجوز. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فإن كان القبر حادث على المسجد فالواجب إزالة القبر، وإن كان المسجد بني على قبر الواجب إزالة هذا المسجد أو التخلص من هذا القبر إذا أمكن ذلك من التخلص على هذا القبر.
وبعض أهل العلم قال ببطلان الصلاة في هذه المساجد التي فيها القبور. فليتحرى الإنسان الذي يسافر إلى بعض الدول الإسلامية عندما يذهب إلى المسجد أن لا يكون هناك فيها قبر، أن لا يكون هناك فيها قبر، لأنه لا يجوز الصلاة بها. كذلك لا يجوز دفن الميت في المسجد، لا يجوز دفن الميت في المسجد، أي مسجد. وبعض الناس يقول ندفنها في هذا المسجد لكي الناس يدعون له، لا، يدعون إن شاء الله من غير هذه الطريقة. هذه الطريقة تجعل الناس يعظمون هذا القبر، لأن ما وضع في المسجد إلا لأنه شريف أو عظيم. ولذلك يجب إزالة المسجد المبني على قبر، إلا إذا أمكن يعني إزالة القبر هذا، فهذا ربما يقول بجوازه. وكذلك أجمعوا على أن الذهاب إلى القبور بقصد التعبد لله تعالى بالصلاة عندها أو الذبح أو تقديم القرابين والنذور أو الدعاء عندها وغير ذلك من العبادات، إن ذلك كله من البدع المنهي عنها، لا يجوز. والإنسان أحيانا يقول أريد أن أقرأ الفاتحة على فلان، يقرأ عليه القرآن مثلا طلبا لزيادة الخير له، نقول هذا الأصل أول شيء، هذا أصل قراءة القرآن على الميت، هذا أمر اختلف أهل العلم، والأقرب المنع، لأنه لا يصل الإنسان من عمله بعد موته إلا ما سعى، فأعمال الخلق مقطوعة بالنسبة إليه إلا أمرا، الدعاء والصدقة. الدعاء والصدقة هما الذي ورد فيهم الآثار، أما غيرها من قراءة القرآن والصلاة والصوم فهذه لم ترد. نعم الحج قد ورد فيه، أما غيرها فالأصل فيه المنع. فبعض الجهلة يذهب في البداية يقول أريد أن أقرأ القرآن على فلان، ثم يقرأ ويقول أريد أن أدعو لفلان، طيب يذهب يدعو لفلان، ثم يجره الشيطان يقول لماذا لا أدعو الله عز وجل أنا بعد، كما دعوت لفلان أدعو لنفسي أيضا، فيدعو لنفسه. ثم بعد ذلك يأتي الشيطان ويقول لماذا لا تسأل الله عز وجل أو تسأل هذا صاحب القبر أن يكون شفيعا لك عند الله، أو أن يشفع الله عز وجل لك عنده، فيطلب من هذا القبر أن يكون شفيعا له يوم القيامة. وهذا نفس الشرك المشركين لما قالوا ما نعبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا كلهم من البدع والمنكرات الذي تصل الإنسان إلى قضية الشرك. كذلك أجمعوا على أن الطواف بالقبور تقرب إلى الله تعالى أو غيره محرم، لا يجوز. فلا يجوز الطواف بالقبر ولا تعظيمها، لأنها مشابهة للطواف بالكعبة. وذكر بعض علماء الشافعي وبعض علماء الحنفية أن هذه الأمور كلها من الكبائر الذنوب، وحتى بعض علماء الحنفية ذكروا الإجماع على أنه لا يستحب السفر من أجل زيارة القبر، والأمر في هذا واضح، لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. فالذهاب إلى زيارة قبر من القبور هذا مكان، والمكان لا تشد إليه الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. نعم إذا كانت وفي شخص وذهب الإنسان للصلاة عليه أو تعزية أهله، هذا لا مانع منه، لم يقصد الذهاب إلى القبر ذاته، وإنما قصده هو تشييع الجنازة، وقصده الصلاة على الجنازة، وقصده تعزية أهل الميت. أما إن كان يذهب تقصدا إلى زيارة القبر ذاته، فهذا الأمر لا يجوز، إلا لمن يعني لم يصل أو لم يصلي على الميت، فهذا قد يقال بجوازه، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم بوفاة تلك المرأة فذهب إلى قبرها وصلى إليها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فلم يكن هناك شد للرحال. أما الإنسان يتقصد من مسافة المكان من أجل أن يذهب إلى فلان، فهذا الأمر فيه إشكال كبير جدا. هذه الأمور، وأقصد قضية الوسائل الشركية من التبرك ومن غلو الصالحين ومن كذلك
القبور وما يتعلق بها هي أمور خطيرة جدا، أمور خطيرة جدا، وقد تصل الإنسان بها إلى الشرك الأكبر. فالواجب على العبد أن يحذر كل الحذر من هذا الأمر، ويعرف أن الناس تساهلون في هذه القضايا خاصة في العالم الإسلامي جرد من الوقوع في كثير من الشركيات. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى توحيده، ويبعدنا وإياهم عن الشرك كبيره وصغيره وخفيه وعظيمه وحقيره، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.